إذا شفنا يا مازن، إحنا كان من المفترض ينضم ويانا الدكتور عقيل شاكر نقيب الأطباء العراقيين، أيضا راح ينضم ويانا عبر الهاتف. حياكم الله دكتور. يا أهلا وسهلا بكم، مرحبا. دكتور، لربما قد تكون عادت إلى الواجهة اغتيال الأطباء والكفاءات الطبية. أنتم كجهة نقابية معنية بالأطباء، هل تملكون معلومات عن قضايا الاغتيالات التي انتهت بإلقاء القبض على الجنات وتسليمهم للقضاء؟ شكرا جزيلا وشكرا لقناتكم المقابلة. حقيقة في بداية تقدم نقابة أطباء العراق مركزها العام وفروعها في جميع المحافظات في أحر التعازي إلى عائلة الفقيد الدكتور خالد زهير خاصة، وإلى جميع الأسرة الطبية في العراق عامة، باستشهاد واغتيال أحد القامات العلمية ألا وهو الدكتور خالد زهير، وهو حاصل على شهادة الاختصاص العام في الأطفال وشهادة الاختصاص الدقيق في حديثي ولادة والعناية المركزة. نعم. طيب دكتور، سألتك، أنتم كجهة نقابية معنية بالأطباء، هل تملكون معلومات عن عدد قضايا الاغتيالات التي انتهت بإلقاء القبض على الجنات وتسليمهم إلى القضاء؟ نعم، إن كانت الحقيقة لديكم احنا أرقام. السنة هاي هي سنة يعني 23 على 24، حقيقة يعني فقدنا 3 أطباء في مثل هذا التاريخ السنة الماضية سنة 2023. أيضا اغتيل طبيب من جيالة دكتور أحمد طلال، وهو أحد القامات العلمية وحاصل على تخصص دقيق في الأمراض الباطنية والقلبية، وبعدها عندنا طبيب مقيم دوري في دار الصحة ميسان، ويوم أمس دكتور خالد في شهر طب الأطفال. فعندنا حقيقة هاي السنة 3 أطباء يعني خلينا نقول اغتيال. دكتور، نرحب بك مرة ثانية في على المكشوف. الحقيقة يعني هل يعني ترون أن هذا الموضوع هو ممنهج أم هي حوادث جنائية عرضية؟ يعني أنتم كنقابة من خلال لقاءاتكم، مؤتمراتكم أو تواصلكم مع الأطباء، تحدثت حضرتك عن 3 حالات، والدكتور أحمد المدفعي يعني في معقوبة مثل هذه الأيام بالسنة الماضية فعلا. فيعني وصلوا الجهات الأمنية من جهة إلى نعم. يعني الجنات من خلال تواصلنا سيدي الفاضل مع الجهات الأمنية المتمثلة بوزارة الداخلية ومجلس القضاء، تم إلقاء القبض على الشخص المجني اللي اغتال الدكتور أحمد طلال المدفعي، وتم إيداع التوقيف وتم الحكم عليه بالحكم المؤبد. حقيقة احنا التحقيقات احنا اللي نعتمد عليها اللي تصير هي يعني هل هي يعني شلون نقول قضايا تخص المهنه او تخص يعني طبيب. فالحالات احنا اللي هسه هاي خلال السنه 3 حالات حقيقه هم يعني متألمين عليهم احنا كنقابه يعني كاطباء، وحتى الاطباء يعني عندهم تخوف انه شلون يعني بيصير هذا العمل في ظل هاي الظروف. نعم دكتور، يمكن احنا اليوم اذا تحدثنا انه هنالك يعني اكو منهجيه في موضوع اغتيال الكفاءات في العراق، نقدر ناكدها يعني اليوم بعد اغتيال الدكتور خالد؟ لان فعلا اكو تخوف اليوم من بعض الاطباء، يقول لك اني يعني لا قانون حمايه الاطباء 26 لسنه 13 يحميني، لا الوزاره قادره تحميني، فاني خلي هاجر. فاصبح الموضوع كانه هجره يعني بالقوه بالتهديد. طبعا قانون حمايه الاطباء هو قانون رقم 26 لعام 2013 شرع من قبل مجلس النواب العراقي، حقيقه من شرع يعني لحد هاي اللحظه بفقرات عديده. نعم. لكن من تيجي تسالني دكتور تقول ايش قد طبق من عنده على ارض الواقع؟ ما طبق منه تقريبا 40%. نعم. 60% لحد الان لم تطبق فقرات. طبعا قانون حمايه الاطباء هو قانون حمايه الكوادر الطبيه والاطباء والكوادر الصحيه والتمريريه من الاعتداءات من المطالبات العشائريه، وكذلك بفقره ثانيه هو تشجيع عوده الكفاءات الموجودين
خارج العراق الى داخل البلد. نعم. طيب دكتور، اليوم يعني هي هذا القانون، يعني بعض القانونيين يشوفون انه هو غير مشدد في هذا الموضوع، يعني في موضوع حمايه الاطباء، يعني يجب ان يكون هنالك تجديد اكثر في العقوبات، يعني العقوبه هي 3 إلى 5 سنوات بالاعتداء على الطبيب، وهي نفسها العقوبه اللي يعني تقع على اي معتدي على موظف. نعم. بالدوله، فيجب ان يكون هنالك تجديد، بالاضافه الى ان عندنا قانون العقوبات العراقي هو اصلا في مواد قانونيه ممكن ان تحمي المواطن العراقي بصوره عامه يعني بشكل عام اذا كان طبيب او غير طبيب، فنحتاج. نعم. اليوم الى تجديد في العقوبات في هذا القانون 26. طبعا هو قانون حمايه الاطباء هو يعني يحمي الاطباء في المؤسسات الصحيه. نعم. الحكوميه والمؤسسات الصحيه الخاصه اللي تشمل العيادات وتشمل المستشفيات الخاصه. نعم. اللي بيصير صراحه اخي العزيز انه بيصير اعتداء على طبيب معين، صار الاعتداء، جتني مثلا قوه امنيه القت القبض على الاشخاص. نعم. المعتدين، من بعد ما القوا القبض عليهم تم ايداعهم بالتوظيف، تبقي هنا الضغوطات على الطبيب من قبل المريض. نعم. يعني من قبل اهل المريض للتنازل عن الدعوه، معارف المريض. ويبقي هنا الطبيب حقيقه يعني يشعر بالخوف انه لازم. نعم. يتنازل عن هذه القضيه. من يتنازل عن القضيه تشوفون يعني قاعد تتكرر. صحيح. اللي نطلبه احنا انه حتى اذا تنازل الطبيب يبقى الحق العام، انه المؤسسه الصحيه الحكوميه في الدوام الصباحي او نقابه الاطباء في الدوام المسائي مثل العيادات والمستشفيات هي انه يبقى الحق العام، انه هذا شيء ابدا يعني حتى اذا تنازل طبيب تعرض الى ضغط. نعم. تعرض الى تهديد يبقى الحق انه العام. يبقى الحق العام. احنا هذا حقيقه بكل لقاء وبكل يعني مقابله نطالب بهذه الفقره. وعدا الحق العام دكتور لابد من تغليظ العقوبه، يعني 3 إلى 5 سنوات هي العقوبه لاي موظف عادي، احنا نريد نميز هذه الكفاءه العلميه، فثلاث الى خمس سنوات تحتاج يمكن الى تغليظ للعقوبه اكثر. نعم. عندنا مطالبات يعني عديده موجوده موثقه. نعم. الى وزاره الداخليه ولا مجلس القضاء الاعلى نطالب. نعم. بهذا الموضوع. طيب دكتور، اليوم مع انه مطالباتكم بانه يكون القانون اكثر حزم بفقراته، وايضا اليوم البيئه بشكل عام كاستهداف داخل المستشفيات في العيادات وحتى على ارض الواقع من ناحيه الاغتيالات، هل تتوقع اليوم البيئه آمنة لعودة الكفاءات الطبية، ولربما قد يفكر الآخرين بالهجرة؟ يعني أكيد يعني من قريب بيشوف قدام هاي الأحداث. يعني بالتأكيد يعني أكو إحساس عند قسم من الزملاء وأنه يصير عندهم في التفكير يفكر أنه يطلع، يعني صراحة هذا الشيء يعني إحنا يعني يعز علينا. وايضا بالمقابل الكفاءات مالتنا اللي موجودين خارج العراق يعني عدد لا يستهان. نعم. الدول. نعم. دكتور، هل لديكم ارقام عن مغادره الاطباء خارج العراق؟ والله حقيقه يعني كرقم يعني شلون دقيق يعني دقيق ما يقارب. نشوف الاطباء يعني موجودين في كل الدول خصوصا دول الخليج. نشوف الاطباء الموجودين في الدول الاوروبيه، نشوفهم في امريكا، نشوفهم في كندا. نعم. فالاطباء العراقيين عاده هم اكثر الناس كفاءه، اكثر الناس علما، حتى التوجه الناس اللي موجودين خارج العراق. نعم. يختار الطبيب العراقي. نعم. ما صحت انه اليوم تقريبا 77% من الاطباء المبتدئين تقريبا غادروا العراق. 77% العفو من الاطباء او يفكرون يغادرون العراق والعمل خارجه. يعني هو احنا هذا اللي معروف عند الاطباء كل دوره تتخرج اكو نسبه من عندهم انه ما يعني ما يبقى هنا داخل. نعم. العراق او يفكر بال يعني خروج خارج العراق للعمل، بس من تصير هاي الوتيره مال الاغتيالات اكيد هاي النسبه اللي يفكر خارج العراق راح تزيد. نعم. يعني بنسبه 10% و15%. طيب شكرا جزيلا لوجودك وانضمامك ويانا دكتور عقيل شاكر نقيب الاطباء العراقيين.